هذا متاع ما نبدلوش فريق ناجح، محمد علي كمون وسيرين شكيلي بعد مهرجان الأغنية راكم في مشروع جديد نوبة غرام، قالوا اليوم كوميدي ميوزيكال، شنو نجمو نعرفوا عليها دالي وبعد نجي لسيرين؟ هي مشروع كوميديا موسيقيه، مش تحاول تكون ممكن لاول مره ممكن في تونس مش تحاول تكون بالحق كوميديا موسيقيه مش اوبيريت. هذا التحدي بالنسبه للمشروع. فما 17 نص غنائي بالعربي بالدرجه التونسيه، اربع نصوص بالعربيه الفصحى كتبتهم سيرين، وهي كتبت هذا الحوارات. وليد العيادي هو المخرج. المطربين اللي مش يكونوا موجودين مهمين جدا، منهم محمد بن صالح ومطربين شابين، منهم الثنائي المتحصل على الجائزه الكبرى لمهرجان الاغنيه اللي هو اسامه النابلي ومريم عثماني، واغنيه نغني هي بدا من 21 اغنيه في نوبه غرام. سيرين دونك تبعتك في أكثر من مشروع في تونس، نعرفك اللي ما تكتفيش فقط بالكتابة، إنما تتدخل سيرين في الـ في الـ في الـ في التلحين، في كل شيء، في المسرح. دونك نعرفك إنك تكون واقفة على كل كبيرة وصغيرة، دونك نفس معناها أمبليكي بنفس الحجم، خلينا نقول في المشروع هذا وأكثر شوية. يظهر لي بالنسبة لي الكتابة ما تتفصلش على اللحن ولا على الأداء ولا على التصوير، فكيفي كيف محمد علي، معناتها كيف ما نعطي آراء أو نعطي أفكار كيف ما هو كيف كيف، فالاشتراك كامل في كل شيء. معناتها ما نجمش نقول لك النص إلي انديبوندون من الألحان أو العكس، فهمت؟ تسمعها حاجة كاملة، وهذا يهزنا حتى من بعد التصور الإخراجي زيدا مع وليد وكل شيء. معناتها نحن نقدروا أن معناتها نعتبروا أنه هو أن هي مجموعة تخدم في المشروع ماهوش أفراد، فأي نتدخل. تصورها مسؤولية صعيبة شوية أنه عرض أول يكون في كارتاج؟ هو فما عرض ما قبل الاول، هو العرض الاول غيالمون مش يكون في الريو نهار 23 جويلية بحضور الصحفيين، في انتاج مصغر بالنسبه للقرطاج مش بالاوركستر، يعني مش تكون بالممثلين وبدعم من صندوق التشجيع من وزاره الثقافه، ولكن العرض قرطاج بطبيعه في انجو نتاع بوبليك وما حناش خايفين بحول الله نتعدى عرض مزيان والعباد تجي تفرج. ميسي كامل فرجاني، مرحبا بك على موزايك. مرحبا بكل مستمعي إذاعة موزايك. نتصور اليوم بالنسبة لك تحدي آخر، سنة أخرى ومغامرة أخرى. صحيح، يعني كل يعني دورة هي عبارة عن مغامرة، وإن شاء الله فهمتني مع بعضنا الناس الكل، لأنه يعني هو المغامرة احنا الهدف متاعنا هو إعادة بريق مهرجان قرطاج الدولي واستعادته يعني ريادته على الأقل في محيطه العربي والإفريقي والمتوسطي أيضا. والرأي الرهانات هي يعني أنه نقدم دورة يعني متنوعة من ناحية أخرى، أحنا هذه الدورة تتزامن مع الاحتفال بمرور 60 سنة، ذاك علاش حاولنا باش تكون شعار الدورة هذه على حسب اعتقادي هو يعني الجودة والتميز، على أساس أنه حاولنا ننسجمه مع توجهات وزارة الشؤون الثقافية سلطة الإشراف اللي حبت يعني أنه نعمل على تقليص من السهرات، يعني باش يكون ثم سهرات أقل من الدورات السابقة، لكن باش يكون يعني الكيف أسبقية نعطيها للكيف أكثر من الكم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حاولنا باش تكون معناها جل العروض عروض كبرى يأمنها معناها نجوم وكبار اللي هما يتمتعوا في نفس الوقت بالكفاءة الفنية وب يعني أنهم يكونوا يجلبوا انتباه الصحافة والإعلام على المستوى الوطني والعربي والدولي، وقريبين يعني من قلوب المستمعين أيضا والمتفرجين وجمهور الوفي لمهرجان قرطاج الدولي. وحاولنا أيضا باعتبار أنه نحن هذه السنة يعني نحتفل بستينية المهرجان، أنه يكون نحاولوا باش يعطي لي ركح مهرجان قرطاج الدولي بعض الفنانين اللي هما يعني صعدوا عليه هما في عنفوان شبابهم غير معروفين لدى الجماهير العريضة،
ويرجعون اليوم بعد يعني سنوات عديدة ونجوم كبيرة، نجوم معناها تستقطب اهتمام معناها رواد مهرجان قرطاج الدولي. نكمل بحاجة سوقفتني في الندواسي كمال، سئلتم عن غياب الراب أو ما اعتبره البعض إقصاء، وقلت كونه تؤمن بالتخصص، معناها اقترحت حتى كونه يكون فما مهرجان الراب ولا كما فما مهرجانات الجاز وغيره، وأكدت أنه ما فماش إقصاء للراب، رغم أني البارح زيدا جوست باش نستشهد بحاجة كونه كنت في حوار مع مغني راب تونسي إيلي يقول كونه فعلا فما إقصاء للراب كي راهو ماهوش موجود في المهرجانات الكبرى التونسية. أنا جاوبت على السؤال هذا وقلت ما لا احنا أقصينا الجاز ولا أقصينا الموسيقى انسترومنتال ولا أقصينا الموسيقى يعني الصوفية أو الروحانية أو سميها كما شئت، أو أقصينا مثلا ما عرفش أنا الرنبي ولا ما لا، فهمتني؟ خاطر نجم نسمي لك عدة اتجاهات فنية. احنا عندنا 18 سهرة، عندنا يعني أيضا رؤية فنية للمهرجان باعتبار أنه احنا سنة نحتفل بالستينية هذه، وذك علاش مثلا حاجة من الحاجات اللي هي موجودة هذه السنة هو تنظيم معرض وثائقي يوثق ويأرخ لمهرجان قرطاج الدولي منذ انبعاثه سنة 1964 إلى حد اليوم. احنا زادة باش نحاولوا نستصدروا استصدار معناها كتاب مرجعي يأرخ لهذا المهرجان، معناها هالدورة هذه هي دورة استثنائية، وكيف ما قلت لك معناها حاولنا زادة باش نكونوا منسجمين مع يعني خصوصيات مهرجان قرطاج الدولي، هو مهرجان متعدد الاختصاصات وفيه معناها بعض دائما إذا كان نرجع للدورات الأولى تلقى فيه عدة عروض يعني ركحية وفرجوية، دونك زادة راهن على المسألة هذه. احنا باش نلقاو الأوبرا، باش نلقاو الكوميدي ميوزيكال، باش نلقاو الون مان شو، ونصيب الأسد بطبيعة الحال من العروض التونسية، معناها العروض التونسية باش تكون هي يظهر لي 7 سهرات للفنانين التوانسة و6 للفنانين العرب و5 للفنانين من سائر دول العالم. هذا إجمالا يعني الرؤية الفنية لهذه الدولة.